مشاهدينا، زي ما تابعنا مع حضراتكم كده كان أول أخبارنا متعلق باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بقصر الاتحادية للرئيس الروماني كلاوس يوهانسون طبعا، ودي كانت تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. خلونا نعقب على هذا الخبر وهذا اللقاء المرتقب ما بين الرئيس السيسي ونظيره الروماني من خلال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. اهلا بيك استاذ هشام. صباح الخير يا فندم. طبعا النهارده بنتكلم على لقاء اعتقد انه غايه في الاهميه، نعرف من حضرتك قيمه واهميه هذا اللقاء، وكمان التوقيت اعتقد بيفرق في هذه اللقاءات على هذا المستوى. يعني في الواقع ان زياره الرئيس الروماني لمصر تاتي في سياق حاله الزخم التي تشهدها العلاقات المصريه مع الدوائر الخارجيه، خاصه مع الدائره الاوروبيه. يعني في خلال اسابيع بل ايام يعني معدودات وجدنا الرئيس السيسي في المجر في قمه الفيشغراد، ثم وجدنا الرئيس السيسي في اليونان والقمه الثلاثيه بين قبرص، ثم استقبال رئيس وزراء التشيك وغيرها من الدول التي تمثل ان مصر منفتحه على اوروبا وتعطي اولويه حقيقه لدول اوروبا، سواء اوروبا الغربيه او اوروبا الشرقيه، وبالطبع منها رومانيا، لان رومانيا دوله مهمه. رومانيا زارها الرئيس السيسي في عام 2019 ووضع اساسا متينا لعلاقات شراكه استراتيجيه بين البلدين تفتح الافاق في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه. رومانيا هي من الدول المهمه في ايضا في الاتحاد الاوروبي، هي من الدول ايضا التي لديها اقتصاد واعد ومعدلات نمو مرتفعة ولديها مزايا نسبية، يمكن أن تكون هناك تعاون حقيقي بين البلدين في مجال الاستثمارات. بالطبع مصر الآن هي تمثل بيئة واعدة، بيئة مستقرة أمنيا وسياسيا، بيئة واعدة من حيث جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة في المشروعات القومية الكبرى في محور التنمية في قناة السويس في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات. هناك مجالات عديدة للتعاون حقيقة ما بين البلدين في مجالات الزراعة، في مجالات النقل، في مجالات التصنيع أيضا، وفي مجالات الصحة، في مجالات عديدة. رومانيا أيضا تمثل بوابة حقيقية ومهمة لمصر في الاتحاد الأوروبي، كما أن أيضا مصر تمثل بيئة لرومانيا، بيئة وبوابة لرومانيا لإفريقيا، وبالتالي هذه العلاقة في هذا التوقيت هي تأتي تمثل أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، فيما يتعلق بدعم القضايا الاقتصادية والتبادل التجاري الذي يقارب يعني نصف مليار دولار، وهو يعني لا يتناسب حقيقة مع العلاقات السياسية الممتازة بين الجانبين في ظل مجلس العمال المصري الروماني، في ظل وجود إطار مؤسسي ووجود علاقة قوية بين الرئيس السيسي والرئيس الروماني. أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وقضايا المنطقة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأيضا الخطاب المتطرف فيما يتعلق بتسوية الأزمات العربية وفق السياسة السياسية تركز على دعم الدولة الوطنية، أيضا مناقشة الوضع في الشرق المتوسط وتحقيق التهدئة وغيرها من القضايا التي تمثل حقيقة أن هناك توافق كبير بين مصر من ناحية وبين القاهرة وبوخارست فيما يتعلق بضرورة التعاون ومواجهة هذه القضايا، وهو يمثل أهمية كبيرة لهذه الزيارة في هذا التوقيت. طيب هنا ممكن نتساءل دكتور أحمد على مدى فعالية أو قوة أو ثقل رومانيا لدى الاتحاد الأوروبي. طبعا حضرتك يعني مشكورا تفضلت وذكرت قمة الفيشغراد، احنا بنتكلم على أربع دول بتنتمي للاتحاد الأوروبي، بعد كده كان عندي القمة الثلاثية ما بين مصر وقبرص واليونان، وهاتين الدولتين طبعا بينتموا أيضا للاتحاد الأوروبي، وأعتقد دي فرصة مناسبة جدا. أنت بتتكلم دلوقتي في حوالي سبع دول، فرصة مهمة جدا لعرض ملفاتك المحترمة اللي بتحتاج للدعم من جانب المؤسسات الدولية الكبرى طبعا، ومنها قضية المياه. إزاي ممكن تعظم من قيمة رومانيا لدى الاتحاد الأوروبي؟ نعرف يعني أن أوروبا رومانيا كانت أحدى دي، وكانت رئيس الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وكان لها دور مهم حقيقة في تطوير العلاقات بين مصر وبين دول الاتحاد الأوروبي. أيضا هي علاقات مهمة خاصة في مجالات متعددة، مجالات الطاقة، هناك أيضا استثمارات مصرية في رومانيا، هناك الآن نتحدث عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول عربية ثم أوروبا، وتصدير مصر للطاقة وتحول مصر إلى مصدر إقليمي ومصدر رئيسي للطاقة وأمن الطاقة في المنطقة، وهو ما يعطي أهمية كبيرة وثقل اقتصادي وأيضا لمصر في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هنا رومانيا تمثل أهمية كبيرة لأنها لديها تجربة حقيقية في التنمية الاقتصادية. هناك ايضا منتدى رجال الاعمال المصري الروماني، وهذا ايضا منتدى مهم في دفع وتطوير العلاقات، وبالتالي هنا رومانيا اولا تعزز
من خلالها العلاقات الثنائيه على المستوى التجاري، على المستوى الاقتصادي، تبادل العلاقات ايضا الثقافيه والسياسيه، ثم على مسارات الاخرى، مسار الاقليم ومسار القضايا العربيه، وهي داعم حقيقه مهم لقضايا المنطقه، داعم متوافق مع الرؤيه المصريه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وضروره حل الدولتين، فيما يتعلق بمواجهه الارهاب واتخاذ مواقف ضد الدول التي ترعى الارهاب، فيما يتعلق بمعالجه الازمات في ليبيا وسوريا وغيرها، وفقا للرؤيه المصريه التي تقوم على تعزيز الدوله الوطنيه ومؤسستها الشرعيه ورفض التدخلات الخارجيه، حقيقه بتمثل اضافه للتحركات والدبلوماسيه المصريه سواء على المستوى الاقليمي على المستوى الدولي ايضا في الامم المتحده وغيرها، وبالتالي هي تاتي في سياق مهم، لان دائما ان مصر بتؤكد كل يوم ان دائما تنوع وتعدد دوائر السياسه الخارجيه المصريه ليس فقط كان حتى في الجانب الاوروبي، لم تقتصر فقط كما كان في السابق على اوروبا الغربيه، ولكن الان هناك اقتصادات واعده في وسط اوروبا في شرق اوروبا كما راينا في مجموعه فيشغراد ايضا في مجموعه اليونان وقبرص وغيرها، بتعكس حقيقه ان مصر طول اهميه كبيره لجذب الاستثمارات من هذه الدول لفتح اسواق جديده للسلع والمنتجات المصريه، ايضا لتحقيق درجه عاليه من التنسيق في تلقي التحديات المختلفه التي تواجه المنطقه، وكلها حقيقه بتؤكد ان مصر حقيقه الان تجني ثمار السياسه الخارجيه ودبلوماسيه التنميه التي توظف السياسه في دعم الاقتصاد في دعم دور مصر الاقليمي في تسويه الازمات، وكلها حقيقه بتعطي وتؤكد قوه مصر وثقلها كدوله مفتاحيه مهمه ليه في المنطقه وبالنسبه لدول اوروبا التي ايضا تتاثر بتحديات مثل الهجره غير الشرعيه الاتيه من افريقيا وغيرها، وبالتالي هنا الزياره والتوقيت والعلاقات والمخرجات الزياره تمثل اهميه كبيره للدولتين. طيب.